هل انهار الدولار في السوق السوداء ولا لا؟ طيب ومتى ينعكس ذلك على الأسعار؟ معنا على التليفون السيد المحترم صديقي العزيز متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا متى؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام حبيبي؟ الحمد لله ربنا يخليك. ولا سيادة النائب ولا استاذ، احنا اصحاب، فيعني ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. قول لي يا متى، احنا امتى هنبدا نفرح ونزقطط ونسعد؟ احنا اخر مرة لما اتقابلنا كنا قاعدين هنا اهو في الاستوديو، كنت انت قاعد على اليمين وقلت احب ما عليا ان سعر الدولار ينزل علشان نقدر ننزل سعر كل حاجة. طبعا يعني كلام حضرتك يعني كلام مظبوط، واحنا بنهني نفسينا على الصفقة الكبيرة اللي الحكومة المصرية عملتها، وبن يعني زي ما نقول كده ايه، احنا كنا مراهنين على الحكومة، والحمد لله الحكومة فاجئتنا واكدت كل الكلام اللي كان بيتقال على مدار اسبوعين على الموضوع الصفقة والتدفقات الخاصة بالعملة الأجنبية. انت حضرتك بتسال سؤال، امتى الكلام ده هينعكس على الاسعار؟ هينعكس على الاسعار لما ان شاء الله التدفقات الماليه اللي تيجي حضرتك. احنا يعني عايزين الحكومه تكمل بقى حكمتها وتكمل جميلها وتوزع التدفقات بالاولويات. احنا كمستوردين، وامتى مثلا هننزل نشتري مثلا كرتونه البيض باقل من دلوقتي، امتى هنشتري البانيه اقل من دلوقتي، لما يحصل دعم او يحصل تدفق من الدولار على الاعلاف وعلى المنتجات الخاصه بالمستورد والاستيراد والحاجات اللي بالمواني، عشان المستهلك يلاقي فعلا في نزول في الاسعار، بدل ما هو عمال فرحته كبيره جدا وعشم كبير جدا ان الاسعار تنزل. انا بقول لحضرتك، انت يا حكومه تعيد التوزيع الفلوس او ما تستلمها ان شاء الله فير. يعني فير يعني تستلمها على كل القطاعات الاساسيه في الاول. انا معاك، انا مش معنى ان انا مستورد عايز اكون في اول الطابور، لا يا فندم، احنا عايزين الاساسيات الاول، بس برضو يفتحوا المحبس شويه على المستوردين، بدايه البضاعه بالمواني، الادويه، الامصار، مواد الخام عشان المصانع، مستلزمات انتاج بالظبط، المصانع، العدد والحاجات الخاصة بالبرودكشن، كل ده زائد كمان ان هم ما ينسوش المستوردين، يديلهم تنفيسة نوعا ما عشان تتعمل لها ريفليكشن، يصب على المنتجات سواء منتجات في المواني او اعتمادات او حتى مستلزمات خاصة بالاكل والشرب على دخول رمضان كل سنة وحضرتك طيب. يا انت طيب يا رب. طب قول لي، يعني ده بياخد، لو افترضنا انه هذه الحصائل او الحصيله الدولاريه دخلت مثلا بكره الصبح، طبعا احنا عارفين ان ما فيش حاجه بكره، ده هي قدامها اسبوعين ان شاء الله، لكن افترضنا انها دخلت بكره الصبح، تبدا تنعكس على السوق في دوره قد ايه؟ لا، هي تنعكس لما انا اخش البنك يا استاذ يوسف. البنك الو، مساء الخير، صباح الخير يا استاذ يوسف، حضرتك عايز ايه يا استاذ متى؟ انا عايز 5000 دولار اتفضل. اقول لك تاني يوم، حرفيا تاني يوم تنعكس على الاسعار بالمنتجات. لكن احنا دلوقتي كل الكلام ترتيب، اتفقنا كل الكلام فلوس جايه في الطريق 100 100، وصفقه كبيره جدا وصفقه مهمه جدا في تاريخنا، وصفقه كبيره جدا تثبت قوه ومتانه الحكومه ان هي عايزه تحل فعلا. حلو الكلام، ما فيش اي غبار عليه حضرتك، لكن يجي برضو كلمه السر، وكلمه كل مره بنقولها في التدبير، عشان دي اسرع طريقه المستهلك زي وزي حضرتك يحس الفرق عن الاسعار، يحس الفرق في الاسعار. الفلوس كده كده جايه بعد اسبوعين، هنحس امتى؟ الفلوس جايه بعد اسبوعين، هي بتبقى دوره زي دوره راس مال، بتاخد وقت قد ايه بقى؟ دوره راس المال بقول لحضرتك تاني يا استاذ يوسف، اللي هيحصل في خلال اسبوعين ده احنا مسمينه هيبقى بانيك. هيبقى بانيك ليه؟ اسبوع الكل متوتر، كله متربص، كله اللي معاه مصري اللي عايز كان يشتري ذهب كله هيعيد حساباته تاني. طب انا جبت ذهب، لا انا، طب استنى بقى لما نجيب مصري، التجار تقول لا احنا مش هنشتري من السوق الموازي، ده السوق الموازي بينزل. وخلي بالك كل ما الاسعار في السوق الموازي بتنزل، كل ما كل الناس بتبقى متربصه، لا ما تشتريش ب 50، ده هيبقى ب 40، ده هيبقى ب 30، ده هيقعد ينزل ينزل ينزل. النزول بيعمل نوع من الهولد في الاسواق اكتر. لكن طب ليه
تلاقي كله بتهافت. ما هو لما الدولار بيزيد، وانا قلت لك الكلام ده لما كنا قاعدين، الدولار يزيد النهارده الصبح الاقي الاسعار زادت النهارده بعد الظهر، الدولار يقل النهارده الصبح الاقي الاسعار زي ما هي واقفه ستاجننت. فانا مش عارف يعني حضرتك تجاريا التاجر بسعر بضاعته دايما على وورست كيس سيناريو، بيقول بياخد اجراء تحوط. احنا مش عارفين الوضع رايح فين. وبعدين يا فندم احنا برضو مشكلتنا حاجه، احنا بنرفع الاسعار على نفسينا، احنا كلنا بنقول احتماليات، بتبقى دايما احتماليات خاطئه، والسوده للاسف سنانها حاميه، على طول بتحس ان في زياده في طلب، هوبا ارقام 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 سخيفه بتبقى موجوده بتاثر على حركه التجاره في البلد كلها. لكن اللي حصل في الوضع الصفقه وتاكيد الحكومه على ان في تدفقات ماليه كبيره جايه هتحل الفجوه بين السعر الرسمي وبين السوق الموازي، دي لوحديها يا استاذ يوسف تدي نوع لغايه لما الفلوس تيجي وتتدبر في البنوك لينا كمستوردين ولمصنعين. انا بقول لحضرتك مش قبل شهر شهرين اللي انت ممكن تحس ان فعلا في هدوء او نزول بالاسعار. طب عندي سؤال كمان معلش، انتوا لما او يعني مش انتوا، المستورد لما بيجيب الحاجه بيجيبها بتبقى عنده في المخزن قبل النهارده، بيكون دفع فلوسها واستوردها ودخلها من الميدا وخلص الاجراءات بتاعتها، على ما بتخش المخزن هتاخد لها شهرين ثلاثه، صح كده؟ كويس حلو قوي. يعني عمليا دفع سعر الدولار كان ب 48 جنيه من 3 اشهر، يبقى لما بياخد اجراء التحوط انا افهمه دلوقتي هو مفيش داعي ياخد اجراء تحوط، لان هو دلوقتي اصبح في عنده يقين ان الدولار واقع، فيبقى صرف لي البضاعه اللي عندك في المخزن بسعرها الحقيقي. بقى كلامك لوجيك، كلامك لوجيك ومقنع جدا، لكن انا كمستورد دلوقتي انا ايه اللي يامن لي ان انا اعرف استورد تاني؟ البنك المركزي. البنك المركزي اداك فلوس يا استاذ يوسف، قال لك الفلوس فيها قدامك اسبوعين واهلا وسهلا نورونا، اتفرج بعد اسبوعين لو البنك دبر لاي مستورد كبير او صغير والاسعار ما نزلتش انا المسؤول اقول لك لا كده في حاجه غلط. تنزل بنفس نسبه هبوط السعر بتاع السوق السوداء؟ يعني تنزل بنفس نسبه الهبوط في سعر السوق السوداء؟ يعني لو كان الدولار مثلا في السوق السوداء هبط بمقدار مثلا 25 ولا 30%، الاقي السعر ينزل 25 30%؟ ممكن تاخدها على محطات 15% و15%. يا دي المحطات وده نسبة مش قليلة. لا أنا مش مش قليلة يا فندم. هو أنتوا كنتوا بترفعوها محطات؟ ما أنت بترفعها محطة لا واحدة. لا 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 كان لا يا أستاذ يوسف، كان في زيادة، كانت تبقى زيادة على مراحل، لكن للأسف كانت مراحل سريعة ورا بعض. ماشي. لكن أنا معاك، كان في زيادة؟ أه كان في زيادة، وكان في زيادات كتيرة غير مبررة ومالهاش لازمة، لكن الضبابية اللي كانت موجودة خلاص راحت بعد الصفقه بتاعت امبارح. الحمد لله. ماشي بخير الايام الجايه. الحمد لله يا رب يا رب. اشكرك جدا 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 الاستاذ متى بشاي، رئيس لجنه التجاره بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه.